بسم الله الحمد لله والله أكبر. ربنا اجعلنا سبل نجاة يا كريم يا رب الأرض والسماء كثيرا لعلكم تفلحون. بالذكر ذاك والثبات في وجه الأعداء من المنافقين المشركين الملحدين والريبيين يكون الفلاح، ولا فلاح إلا حين تمر بالصدق مع الله وبالطاعة لله ولرسوله عليه السلام. هل بلا شي طاعة فعلية ويكتب طاعة قولية اللي ممكن فيها نفاق وفيها تولية لحقيقة المنافق، هذاك ما عملش على جزاء الله بغلة النصر مستعين بالله، لا تكحل عليه كل عام ولا تتمتع برؤيته النصر. وما النصر إلا من عند الله، إذا كان من عند الله راهو أعلى. فهمنا المسألة فانتصرنا، وهذا إحدى الحسنين، إما شهادة لسبيل الله أو نصر على الأعداء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله.